السلام عليكم مرودي ومرحبا بكم معايا في وصفه اليوم. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد الكيك اقتصادي وبسيط ومكونات متواجده في البيت وبدون بيض. وبالنسبه لهذا الكيك ان شاء الله غادي تساعدني في التحضير ديالو صديقتي ناديه اللي من قناه شهوات ناديه ووصفات مجربه، وحتى هي ان شاء الله غادي تقدم لكم واحد رايبي كيجي اقتصادي في المنزل بمكونات متواجده عندنا، حتى هي ماشي شي حاجه مكلفه، مكونات بسيطه. دابا بسم الله على بركه الله. المكونات، بالنسبه للمكونات ديال هذا الكيك كنحتاج واحد الخنيشه ديال الخميره الحلوه ما يعادل 8 غرام، وكذلك خنيشه ديال سكر فانيلا ما يعادل 7.5 غرام، وعندي هنا ثلاثه المستحضرات تاع الفلون بدون نكهه، فلون ايديال. هفا كان يعطيني الخنيشه ديالو، هذه هي الخنيشه ديالو اللي كنشريو بها، كتكون على هذا الشكل باش تعرفوها. وكذلك عندي كاس ديال الدقيق المخصص للحلويات ما يعادل 150 غرام، وعندي هنا 150 غرام ديال سكر سنيده يعني سكر خشن سكر حبيبات، وعندي هنا كاس تاع زيت نباتيه ما يعادل 150 غرام، وعندي هنايا 150 غرام ديال الحليب اي لبن بارد. بالنسبه للكؤوس واحد الملاحظه بسيطه، هاد الكؤوس اللي كنعبروا بهم المكونات راه هي كؤوس تقدروا ديروها في نفس الحجم ويخرج لكم يعني كيكه ناجحه. وكذلك كنحتاج جوج تفاحات، غتشوفوا معايا في التتم ماش غادي نديروا بهم. وكذلك اذا عندكم اي فاكهه بتزينوا بها بحال الخوخ التفاح اولا البنان اللي متوفر عندكم غتزينوا به، وتشوفوا معايا ان شاء الله الطريقه. دابا بسم الله على بركه الله غادي نبدا الطريقه. بسم الله ناديه غتبدا تنقي لي التفاح، نقي لي التفاح ديالنا. وانا هنايا غادي ناخذ واحد الكاس ديال الحليب، وغادي ناخذ الكاس تاع الزيت كما كتشوفوا معايا، وكذلك ناخذ الكاس ديال سنيده. وعلى ما تنقي لنا ديال التفاح باش هاد المكونات كاملهم كنشدهم وكنطربهم في الطراب الكهربائي. ها بشويه بشويه ناديه صاحبتي صراحه اول مره كنديروا هذا النوع تاع الفيديوهات، كنتمنى نكونوا خفاف على قلوبكم. نادي قولي شكل مال المشاهدين ديالنا الزوج. كنشدوا التفاح وكنقطعوه بحال هكذا وكنرموه في الكاس ديال الخلاط الكهربائي باش يطحن لينا بسرعه. دابا من بعد ما طحنوا لي هاد المكونات غادي نضيف المكون، غادي نضيف الخنيشه ديال الفلون وخنيشه تاع الفاني كما كتشوفوا معايا. دابا انايا كما كتشوفوا معايا هنايا ديك التفاحه اللي بقات لينا قطعناها، حيدت ليها القشر ديالها والزريعه والبنانه كذلك، والخوخ حيدنا ليه العظم، بقى غير هاد القشره ماشي مشكل. غادي نشدهم وغادي نقطعهم شرائح بحال هذا الشكل هذا كما كتشوفوا معايا هنايا، بحال هذا الشكل هذا كما كتشوفوا. وغادي نقطع البنان حتى هو والتفاح، وغادي نعصر عليهم واحد الليمون او الحامض باش ما يكحلوش لينا. انايا من بعد ما طحنت المكونات كلهم غادي نجيب واحد طاسه غادي نكب فيها كيف ما كتشوفوا معايا. صراحه كيجي واحد الخليط زوين، غير زعمو وجربوا هاد الوصفه راه كتجي لذيذه اقتصاديه. دابا غادي نبدا نضيف الدقيق، كاس ديال الدقيق بسم الله، ومع التحريك هاد الكيكه كتجي صراحه رائعه جدا اللي كتصاوب فاطمه، اقتصاديه. المهم انها بدون بيض كما كنعرفوا، كما كتعرفوا فاطمه ان اكثريه الناس ما كيبغوش البيض كتكون في الكيك. كاين الناس اللي كتكون عندهم مثلا حساسيه ديال البيض ما كيستعملوش في الحلويات، هذه من بين الحلويات اللي كان يعني كتجي منكها بديك النكهه تاع الفون صراحه كتجي زوينه فعلا. كما كتشوفوا دابا انا من قطعت كلشي التفاح والخوخ والبنان كنجيبوا واحد الليمونه او حامضه كما كنسموها وكنعصروها على الفواكه ديالنا باش ما يكحلوش لينا منين فاطمه كتصاري التخلاط ديال الكيك وتكبوا تصبوا في المول ديال الفرن ديال الحلوى، غادي دير عليه هاد الفواكه هادو.
باش يبقاو لنا محافظين الفواكه ديالنا على اللون ديالهم معصره لهم حامضه. كيف ما كتشوفوا معايا هذا هو هذا هو القوام اللي كتجي عليه الكيكه، يعني كتجي على هذا الشكل. بالنسبه للمقادير راها مضبوطه، ويمكن لكم تستعملوا اي كاس، يعني ما تقيدوش. انا غادي نكتب لكم في صندوق الوصف المكونات بالغرام، ولكن ما تقيدوش بال يعني بالكاس ديالي اللي عبرت به انا. ولا هذه هي هذا هو الشكل ديالها. دابا غادي نبداو، عاونيني غادي نبداو. غادي نشعلوه عليا غير من التحت حتى كتطيب لينا جيدا، وصافي نتوما من بعد تقريبا كيف ما كتشوفوا معايا هذا هو الشكل النهائي اللي كتجي عليه التورته تاعي. صراحه كتجي يعني زوينه. هذا هو السمك اللي كتجي عليه، تجي على هذا الشكل. انا دي عاد قطع لكم واحد المورصو باش تشوفوا كيف كيجي. قطع انا دي واحد المورصو. بسم الله. عطيني فاطمه واحد الطبسيل. هي كتجي كريميه من الداخل، كتجي رائعه ولذيذه بزاف. شي مشكل هذاك. بسم الله. بسم الله. كما كتشوفوا معايا كيفاش كتجي الشكل ديالها. كيف ما كتشوفوا من الداخل كتجي بحال واحد الطبقه ديال الكريم من الداخل، كتجي على شكل كريمي. هذا هو الشكل اللي كتجي عليه. كنتمنى وصفه اليوم تنال اعجابكم وتجربوها، وما تنسوش تدخلوا القناه شيواتنا ديال وصفات مجربه ان شاء الله. مرحبا بكم عندي، تشرفوني. ان شاء الله نقدم لكم مرايبي جميله اقتصادي. من بعد ما الا بغيتو حبيتو انكم تشتركوا في القناه ديالي، دخلوا القناه ديالي، وان شاء الله غادي نخلي لكم رابط القناه تاع شيواتنا ديال وصفات مجربه اسفل الفيديو في خانه الوصف او في صندوق الوصف. وبسلام عليكم ان شاء الله حتى الفيديو مقبل. السلام عليكم.